بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى فقرة جديدة مع كتاب يلي غيكومبخوندر. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى إين غونكونتر أنكيتونت. طبعا نقول عن شيء بأنه أنكيتون يعني أنه مقلق. إين غونكونتر أنكيتونت إذا نتكلم عن لقاء مقلق. طبعا كلمة لقاء في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة، لذلك نقول هنا انكيتونت مقلقة. إن رونكونتر انكيتونت إذا نتكلم عن لقاء الأشخاص بالأسد في هذه الرحلة. مدام ليبر اي سا فيلين اجي دويتون سو روند دونز اون فيل دو تشاد ال سو سون انستالي سور لو بلاتو دان كاميون افيك لور باجاج. Madame Libert et sa fille Hélène, âgées d'Ouiton, se rendent dans une ville du Tchad. Elles se sont installées sur le plateau d'un camion avec leurs bagages. Iden, Madame Libert, Iden et Clément Seyid Libert, et sa fille Hélène, Tum Ibneta Hélène, âgées d'Ouiton. Comment on appelle Bissin, Temaniet Senewet. أو ثمانية أعوام، كما نقول بسن ثمانية أعوام. إذا الإبنة هي بسن ثمانية أعوام. سوغوند دونز اون فيل، طبعا عندنا هنا لو فيرب سوغوند طبعا لو فيرب روندر يعني أنك تعيد ترجع شيئا إلى مكانه إلى شخص. هنا عندنا لو فيرب سوغوند يعني أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان. سوغوند دونز اون فيل، إذن هم يتجهون إلى مدينة دي تشاد من دولة تشاد الإفريقية طبعا. إل سو سون انستالي سور لو بلاتو دان كاميون، إذن هم تموضعوا كما نقول سور لو بلاتو دان كاميون. طبعا لو بلاتو هو الشيء المنبسط، إذن هم جلسوا على المكان المنبسط من الشاحنة. إذن هم جلسوا في المكان المنبسط من الشاحنة. إل سو سون انستالي سور لو بلاتو دان كاميون افيك لوغ باجاج، إذن هم جلسوا في هذا المكان في آخر الشاحنة مع أمتعتهم. افيك لوغ باجاج مع أمتعتهم. إذن نتكلم عن السيدة ليبر ثم الطفلة هيلين مع أمتعتهما خلف الشاحنة. derrière le camion la piste disparaît. derrière le camion la piste disparaît sous des nuages de sable jaune. derrière le camion la piste disparaît sous des nuages de sable jaune. la chaleur est écrasante. les arbres deviennent plus rares et leur feuillage plus léger. c'est la plaine du Tchad, tout est plat. Hélène regarde de tous côtés, immobilise un instant. Son regard et s'écrie « Maman, qu'est-ce que c'est ? Maman, qu'est-ce que c'est ?» Derrière le camion, « خلف الشاحنة » comme on l'a dit dans la sourate. « خلف الشاحنة » derrière le camion, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la piste disparaît. يعني أننا نرى la piste. طبعا la piste هو ما يشبه الطريق، هو بداية الطريق. طبعا كلمة la piste لا عدة معاني منها. مثلا أثر شيء، ممكن نتتبع مثلا أثر شيء لنصل إلى هذا الشيء. ممكن نتتبع مثلا أثر حيوان أو أثر إنسان، إذا نتكلم على لابيست. أيضا ممكن نتكلم عن الشيء الذي يوصلنا إلى حقيقة، إذا نتكلم عن الأثر أو ما يشبهها التي نبحث من خلالها لتقودنا إلى حقيقة معينة، إذا نتكلم عن لابيست. هنا طبعا نتكلم عن بداية الطريق لابيست. إذا لابيست ديسباري، هنا طبعا عندنا لو فيغ ديسباريتر يعني اختفى. كأننا نقول هنا أون فوا لابيست ديسباري، كما نقول بأننا نرى الطريق تختفي، كما نقول مشروع الطريق. هي ليست طريقا بالمعنى المعروف،
لكنها بداية الطريق بحكم أن الناس يمرون من هذا المكان فيتشكل ما يشبه الطريق تمر من خلاله مثلا المركبات أو الحيوانات أو الإنسان إلى غير ذلك. ديغيغ لو كاميون خلف الشاحنة لا بيست ديسباغي، إذن الطريق كما نقول تختفي سو ديمياج تحت سحب. هل نتكلم عن سحب المطر مثلا؟ إذا نتكلم هنا عن سو ديمياج دو صابل دو صابل، إذا نتكلم عن سحب الرمال. طبعا الشاحنة التي تمر مع هذه الطريق هي ليست طريق معبدة بالشكل الذي نعرف، طبعا سيتطاير الغبار هنا، بالأساس ستتطاير الرمال. إذن هنا الطريق تختفي تحت سحب من الرمال. لا بيس ديسباري سو دينياج دو سابل جون، إذن الطريق تختفي تحت سحب من الرمال الصفراء. ديغيغ لو كاميون لا بيس ديسباري سو دينياج دو سابل جون. La chaleur est écrasante. La chaleur est écrasante. طبعا la chaleur الحرارة. Écrasante هذه عندها علاقة بفعل écraser. Écraser quelque chose يعني أنك تجعل هذا الشيء ينبسط أو يتسطح بضربه من خلال شيء ثقيل. إذا نتكلم على لو فيرب écraser. أنك تصدم شيئا بوزن ثقيل، أنك تضرب شيئا بوزن ثقيل، إذن فينبسط تحته. إذن نتكلم على لو فيرب écraser. لا شالور écrasante كما نتكلم عن حرارة طاحنة، كما نقول إذن نتكلم عن حرارة كبيرة، هذا هو المقصود هنا. لا شالور est écrasante. Les arbres deviennent plus rare. طبعا نقول عن شيء بأنه غار يعني أنه قليل ونادر. إذن هنا في هذا المكان الأشجار أنها نادرة، إذن المنطقة صحراوية أكيد بأن الأشجار هي قليلة جدا. Les arbres deviennent، إذن الأشجار تصبح، طبعا عندنا لو فيرب devenir فعل أصبح. Les arbres deviennent plus rares. الأشجار تصبح أكثر قليلة، كما نقول يعني أنها قليلة جدا. Et leur feuillage، ثم أوراقها plus léger. Leur feuillage plus léger، ثم أن أوراقها أكثر خفة يعني أنها قليلة جدا. C'est la plaine du Tchad، إنه سهل تشاد. سلا بلان دي تشاد، إذا نتكلم عن سهل تشاد. تو إبلا، كل شيء منبسط. تو إبلا، كل شيء منبسط ومستوي. هيلين روغارد دو تو كوتي، إذا الإبنة هيلين التي ذكرنا قبل قليل، مدام ليبير إسافي هيلين أجي دويتون. هيلين هنا ذات 8 سنوات، روغارد دو تو كوتي، تنظر في كل اتجاه، يعني أنها في الخلف من الشاحنة، مرة تنظر هنا وتنظر هنا وتنظر هنا، أنها تنظر في كل مكان. هيلين روغارد دو تو كوتي إيموبيليز، في لحظة ما إيموبيليز، المقصود هنا ال إيموبيليز هي تحرك. Immobiliser quelque chose يعني أنك تحرك شيئا. Immobiliser un instant، أن تحرك في لحظة. Sans regard، هي تحرك في لحظة. Sans regard، نظرها. قبل قليل رأينا لو فيرب regarder، لو فيرب regarder. هيلين regard، هيلين تنظر. Sans regard، نظرها. إذن لو regard المقصود به النظر، يأتي من فعل regardez. Immobilise un instant son regard،
هي تحرك في لحظة نظرها. أسيكري طبعا لو فيرب سيكري أنك تصرخ وتقول شيئا. كري اون ديزون كيلكو شوز يعني أنك تصرخ ثم تقول كلام. إذن هي صرخت فقالت مامون كيسكو سي، مامون كيسكو سي، يا أمي ما هذا؟ أكيد رأت شيئا أمام الشاحنة. مدام ليبير إسافي هيلان أجد ويتون سوغوند دون زين فيل دو تشاد. Elles se sont installées sur le plateau d'un camion avec leurs bagages. Derrière le camion, la piste disparaît sous des nuages au sable jaune. La chaleur est écrasante. Les arbres deviennent plus rares et leur feuillage plus léger. C'est la plaine du Tchad. Tout est plat. Hélène regarde de tous côtés, immobilise un instant son regard et s'écrie « Maman, qu'est-ce que c'est ? Maman, qu'est-ce que c'est ?» La maman tourne la tête et aperçoit un obstacle sur la piste. Le camion approche. C'est un lion couché, la tête fièrement relevée. La tête fièrement relevée. Il regarde venir le véhicule et ne bouge pas. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Madame Libère plaque sa fille sur les bagages, s'allonge vivement près d'elle et le corps serré d'angoisse. Toutes deux attendent le regard rivé sur la bête. Le regard rivé sur la bête. Madame Libère plaque sa fille sur les bagages, s'allonge vivement près d'elle et le corps serré d'angoisse. Toutes deux attendent le regard rivé sur la bête. Les secondes passent et semblent des heures. Le chauffeur, les nerfs tendus, guette les réactions de la bête. Guette les réactions de la bête. Eden, la maman tourne la tête et aperçoit un obstacle sur la piste. Et aperçoit un obstacle sur la piste. Le camion approche. C'est un lion. Eden, la maman tourne la tête. الأم تدير الرأس المقصود هنا لا مامون تورن ساتيت الأم تدير رأسها ولكن ماذا عندنا هنا لا مامون تورن لاتيت الأم تدير الرأس المقصود أنها تدير رأسها أنها دورت رأسها إي أبيرسوا ثم أنها تلمح طبعا عندنا هنا لو فيرب أبيرسوفوار لو فيرب أبيرسوفوار صرف في البريزون مصرف في الحاضر كونجيغي او بريزون لا مامون تور لا تيت اي ابيرسوا ان اوبستاكل اذا الام تدير راسها ثم ان تلمح ان اوبستاكل حاجزا لوبستاكل الحاجز سور لا بيست حاجز على الطريق لو كاميو ابروش طبعا الشاحنه تقترب من الحاجز C'est un lion. إنه أسد. كوشي يعني أنه ممتد ممدد كما نقول. La tête fièrement relevée. La tête fièrement relevée. الرأس بثقة مرفوع. إذن هو يرفع رأسه بثقة كما نقول. Il regarde venir le véhicule. Il regarde venir le véhicule et ne bouge pas. إذن هو ينظر مجيء المركبة إنبوجبة ولا يتحرك إذن هو ينظر الشاحنة تأتي ولا يتحرك يعني أنه ليس بخائف يرفع رأسه بثقة وينظر الشاحنة تقترب لا مامون تور لا تيت يا بيرسوا أن أوبستاكل سور لا بيست لو كاميو أبخوش سيت أن ليون كوشي لا تيت فيغمو غولفي Il regarde venir le véhicule et ne bouge pas. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. يتوجب الوقوف à une dizaine de mètres. على نحو عشرة أمتار. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. إذن يتوجب الوقوف. Il faut. طبعا عندنا لو غير فالوار في التوجب. Il faut. غالبا ندفع الفالوار انه في الغالب لو فيغ فالوار
أنه يصرف مع إل. غالبا نقول إل فوق، يجب، يجب أن أذهب، يجب أن نقوم بهذا العمل، إذا نقول إل فو، إل فو ساغيطي. نقول مثلا إل فو كوجاي مانتونو، يجب أن أذهب الآن إل فو. إل فو ساغيطي يتوجب الوقوف أ أون ديزان دو متر، أ أون ديزان دو متر، ديزان كما نقول ما يناهز العشرة، أ أون ديزان دو متر على نحو عشرة أمتار. مدام ليبر بلاك سافي سور لي باجاج، السيدة ليبر بلاك، طبعا نتكلم على لوفير بلاكي، يعني أنك تطبق شيئا على شيء آخر، أنك تلصق شيئا على شيء آخر. مدام ليبر بلاك سافي، السيدة ليبر أن تلصق ابنتها سور لي باجاج، على الأمتعة. مدام ليبر بلاك سافي سور لي باجاج، اذا طبعا هي تلصق ابنتها على هاد الامتعه حتى لا يراها الاسد. سيده ليبر، هل هي ستبقى؟ تنظر الاسد. سالونج، سالونج، ثم هي تمتد ايضا بنفسها فيفمون بريديل، فيفمون سالونج، فيفمون بريديل. طبعا عندنا هنا الفيرب سالونجي، يعني كما نقول تمدد. سالونج فيفمون، إذا هي بنفسها السيدة ليبر أنها تتمدد فيفمون بشكل خفيف كما نقول، أنها تتمدد بلطفين وبدون أن تثير الانتباه. سالونج فيفمون بخيدال، بالقرب منها، بالقرب من ابنتها، بالقرب من ابنتها. لو كور سيغي دونغواس، ثم القلب سيغي، لو كور سيغي دونغواس، إذا والقلب مقبوض، مقبوض دونغواس، لونغواس الحزن. لو كور سيغي دونغواس، ثم أن القلب مقبوض كما نقول بالحزن. توت دو أتوند، إذا كل الاثنين، كل اثنين، نتكلم على الأم وابنتها. أتوند، أنهما ينتظران، طبعا نتكلم على الفيرب أتوند، ينتظران، طبعا ينتظران الابتعاد عن الأسد. لو روغار، إذا وهم ينتظران، وهما ينتظران لو روغار غيفي سور لا بيت، لو روغار غيفي سور لا بيت، النظر ملتصق سور لا بيت، على الحيوان. إذا وهم ينتظران كما نرى في الصورة، ونظرهما ملتصق بالحيوان، يعني أنهما يترقبان الحيوان ولا يزيحان نظرهما عن هذا الكائن. لي سوكوند باس إسومبل ديزور، لي سوكوند باس إسومبل ديزور، لي سوكوند باس، التواني تمر، لي سوكوند باس، التواني تمر. إذا طبعا هما يحسان بهذا الزمن وكأنه طويل، إسومبل ديزور، التواني كأنها تشبه سومبل، هنا عندنا لو فيرب سومبلي، لو فيرب سومبلي كما نقول شبيه، يشبه كذا، إسومبل ديزور، وتشبه ساعات، لي سكوند باس، التواني تمر، إسومبل ديزور، وتشبه ساعات. لو شوفور لينير طوندي، السائق لينير، الأعصاب طوندي كما نقول متوترة، لينير طوندي، الأعصاب متوترة. جات لي رياكسيون دو لابات، طبعا عندنا هنا لو فيرب جاتي، لو فيرب جاتي له معاني، منها مثلا أنك تنتظر شخصا في مكان هو لا يتوقع أن يجدك فيه. إذا نتكلم على لو فيرب جاتي، المقصود بأنك تنتظر شخصا في مكان هو لا يتوقع أن تكون فيه، أو ببساطة أنك تنتظر هذا الشخص في مكان يمر منه. إذا نتكلم على لو فيرب جاتي، ممكن أنه يعني أيضا أنك تتحين فرصة لتستغلها،
كأنك تنتظر الشخص الذي سيمر من المكان. أيضا كما عندنا هنا جيتي، المقصود بها أنك تلمح بطرف العين، تلمح بطرف العين وكأنك لا تنظر إلى ذا الشيء. هنا السائق ينظر إلى الأسد ولكن بدون أن يظهر له ذلك. إذن لو شوفور لينيغ توندي، إذن السائق والأعصاب متوترة. جات لي رياكسيون دو لابات، أنه يترقب حركة الحيوان، أنه ينظر بطرف العين حركة الحيوان، يراقب أي حركة منه بطرف العين. إذن كما قلنا لا مامون تورن لا تيت، لا مامون تورن لا تيت، إي بيرسون أوبستاكل سور لا بيست، لو كامي أبروش سيت أن ليون، كوشي لا تيت فيغم غولفي، إيل غوغارد فينيغ لو فيكول، إي نو بوج با. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Madame Libère plaque sa fille sur les bagages, s'allonge vivement près d'elle. Et le corps serré d'angoisse, toutes deux attendent le regard arrivé sur la bête. Les secondes passent et semblent des heures. Le chauffeur, les nerfs tendus, guette les réactions de la bête. إذا نستأنف مع بقية القصة في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.